الاحتفال بالذكرى الثالثة لحملة أنا منكم باشرت أعمالها اليوم بأحد فنادق العاصمة جميعا، حيث شارك في الحفل ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى عدد من عمد الدوائر والأمناء العامون ببعض الوزارات. الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي طاهر أولي حسن هو من رأس الحفل. حليمة سعدية يعقوب والتفاصيل. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لحملة أنا منكم والتي تستهدف الأشخاص الذين لا يحملون هويات رسمية بمعسكرات اللاجئين والآئدين والتي نظمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طبقا للاتفاقيات الموقعة في عام 1954 واللوائح المنظمة لمهرومي الجنسية. في كلمته بهذه المناسبة ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أكد بأن منظمته تقف دائما مع اللاجئين والآئدين في جميع المجالات كالتعليم والصحة والوثائق الثبوتية. ممثلة منظمة العمومة والطفولة قالت أن هذه الظاهرة شاملة وتعتبر مخالفة لحقوق الإنسان خاصة الأطفال الذين جاءوا من مختلف دول الجوار بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها تلك الدول الصديقة. الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي طاهر أولي حسن أوضح بأن إيرادات دولة تشاد تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية جريز ديبي إتنو هي مصاحبة للعديد من الأنشطة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبمختلف الشركاء والمنظمات الدولية بالبلاد، كما ناشد جمعيات المجتمع المدني والصحافة بالتدخل من أجل توعية المواطنين بهذه الظاهرة وأخطارها. وتبقى الإشارة بأن تشاد قامت بالعديد من الأنشطة التي تستهدف إلى مكافحة ظاهرة هرمان الجنسية والأوراق الثبوتية الأخرى. قدم اليوم رئيس لجنة متابعة الدعوة إلى السلام والمصالحة حديثا صحفيا تمحور حول مشروع إصلاح المؤسسات الذي تشرف عليه اللجنة المكلفة بمهمة الإصلاح المؤسساتي. جزء من حديث رئيس اللجنة بترجمة الزميل آدم حسن المكاوي. Dans ce rapport alternatif, les organisations de la société civile font. كما تعلمون فإنه في 25 من أكتوبر للعام 16 و2000 قد أطلق رسميا مشروع إصلاح المؤسسات عبر لجنة عليا مكلفة بالإصلاح. وبالنظر إلى خارطة طريق هذه اللجنة فإن هناك مواضيع تدخل في إطار تطبيق هذا المشروع الذي سيساهم في التقوية الديمقراطية والسلام في بلادنا. فبعد أكثر من 8 أشهر من العمل والتشاور مع مختلف الفئات فإن المنظمات خرجت بتقرير يحمل تحاليل هادفة إضافة إلى ردود الفعل التي سجلت مؤخرا فيما يخص تقرير فصل الأقاليم وقلق المواطنين حيال ذلك. وأخيرا فإن منظمات المجتمع المدني مبادرة بهذا التقرير تلح على أن الإصلاح الذي نادى به رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق مشاورات واسعة مع الشعب التشادي، ولا يمكن أن تعتمد إلا عن طريق استفتاء شعبي لكي يعطي المشروع صيغة الديمقراطية. نظمت مؤخرا جمعية أبناء ميمي من أجل التضامن والتنمية حفلا بمناسبة تكريم الشاب بكر ناير الحائز على جائزة الإبداع الشبابي بدولة ساحل العاج. تقرير ياسر محمد أحمد بصوت زمزم طاهر عاشور. من أجل تشجيع الشباب ورفع قدراتهم الإبداعية والابتكارية تجيء هذه المبادرة الكريمة التي نظمتها جمعية أبناء ميمي من أجل التضامن والتنمية لتكريم الشاب أبكر ناير بمناسبة حيازته على المرتبة الأولى في إفريقيا والثاني عالميا في جائزة التفوق للإبداع الشبابي والتي نظمتها منظمة الفرنكفونية، حيث أجريت هذه المسابقة بدولة ساحل العاج في شهر سبتمبر الماضي. وخلال هذه المناسبة فقد تداخل كل من ممثل الشيوخ التقليديين داود حماد وممثل رؤساء القبائل مسار أحمد مكي وممثل كادر وادي فيرا محمد إسحاق عبد الكريم مشيرين إلى ضرورة تعليم الأبناء والاعتناء بالتربية وحب الوطن
كما قدموا تهانيهم للمحتفى به، وقالوا أنه لشرف عظيم أن ينالوا أبناء تشاد أعلى مراتب القمم في المحافل الدولية. أما رئيس الجمعية هو الآخر قال أنه لشرف عظيم أن تكرم الجمعية أحد أبناء الوطن تشريفا وعرفا لجهوده التي قدمها من أجل أن يرفع علم تشاد. إن جمعية أبناء من أجل التضامن والتنمية لها الشرف العظيم أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية رأس الدولة على تكريمه لابنها بمناسبة فوزه ونيله لهذه الجائزة القيمة. أما المحتفى به أبو بكر ناير فقد قدم امتنانه بهذه البادرة، كما قدمت الجمعية هدايا رمزية للشاب أبو بكر ناير، وقامت بتسليم الجائزة وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبا، والتي هنأته بعبارات تشجيعية متمنية له التوفيق والمزيد من العطاء. بهذا الخبر سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، أشكركم لكرم المتابعة وطيب الانتباه، إلى اللقاء.